حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. استمرت أسعار الدينار بالهبوط أمام الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي كردستان العراق. وفي بورصة كفاح المركزية في بغداد سجل سعر صرف الدينار العراقي 159,200 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين سجلت بورصة الحارثية في بغداد 159,100 دينار لكل 100 دولار، فيما هبطت أسعار الدينار في محال الصيرفة بأسواق بغداد لتلامس حاجز 160,000 دينار لكل 100 دولار. ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في أسواق بغداد وأسواق أربيل في كردستان العراق، وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ببغداد 400,000 دينار للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي من عيار 21، فيما سجل المثقال الواحد من الذهب العراقي من عيار 21 370,000 دينار للمبيع و 366,000 دينار للشراء. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف 58 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود خلال عمليات التنقيب التي تقام هناك. وقال أردوغان إن بلاده تعمل على بدء وصول الغاز الوطني الذي تم اكتشافه في البحر الأسود إلى المواطنين الأتراك في الربع الأول من العام القادم، مؤكداً أن قيمة الغاز المكتشف تتجاوز تريليون دولار، وأن ما تم اكتشافه من الغاز مع الاكتشاف الجديد ارتفع إلى 710 مليارات متر مكعب. صعد النفط في معاملات اليوم بفعل مخاوف من تأثير عواصف شتوية في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية على إنتاج المواد البترولية والنفط الصخري، وزادت العقود الأجلة لخام برنت 73 سنتا ليصل سعر البرميل الواحد إلى 84 دولارا و65 سنتا للبرميل الواحد، فيما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 85 سنتا ليصل سعر البرميل الواحد إلى 80 دولارا و41 سنتا. انخفضت أرباح الشركات الصناعية في الصين في الأشهر 11 الأولى من العام الحالي، حيث تباطأ الإنتاج وانخفضت أسعار البيع وسط اضطرابات كورونا. وأكد المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات الصناعية في الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني إلى شهر تشرين الثاني تراجعت بنسبة 3.6% عن العام السابق، وشهدت صناعة معالجة النفط والفحم والوقود الأخرى انخفاضاً في الأرباح بنحو 75% على أساس سنوي. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.